Assemble. هبدأ بخلفية بسيطة. الموضوع الاختراع الأولاني أو الاختراعين الأولانيين كان زميلي ميشيل فتوش من جامعة القاهرة. تخرجنا مع بعض وبعدين رحنا كندا بطرق مختلفة وتقابلنا تاني. أنا كنت بشتغل في شركة التليفونات وهو كان دكتور في جامعة كالجاري في ألبرتا. ومع بعض اشتغلنا على بعض التكنولوجيات. المشكلة الرئيسية في الاتصالات السريعة كانت مشكلتين في الواقع. يعني في طريق يعني طريقتين أساسيين تقدر تدي بيهم الاتصالات السريعة. هي إنك تدي الاتصالات مرة واحدة على موجة واحدة ودي يعني ليها مشاكلها. المشكلة الرئيسية فيها إن علشان تصلح أخطاء في الرسائل والحاجات دي كلها بتحتاج كمبيوترات سريعة جدا. الطريقة اللي الكل كان بيفضلها إن إحنا نستعمل موجات كتيرة نحط على كل موجة شوية معلومات ونعالج الأخطاء اللي في المعلومات دي ببطء. لكن لما نستعمل مثلا في الواي فاي 64 منهم يعملوا اتصالات سريعة. دي كان فيها مشكلتين. إنك تحط ال 64 موجة دول فوق بعض بيطلع مثلا إنت كان عندك 0 و 1، أما تحط 64 فوق بعض بقى ممكن في الآخر يطلع لك 0 أو 64. دي بتضعف الإمكانيات بتاعت الأمبليفاير اللي بيعلي السيجنال في الراديو. دي كانت أول مشكلة. المشكلة الثانية إن أنت لو عندك اتصالات أي اتصالات بالراديو لازم الراديو اللي بيستقبل بيبقى على نفس الموجة بالظبط بتاعت الراديو اللي بيبعت. علشان يقدروا يظبطوا الموجة دي مع الموجة دي كانت بتاخد على الأقل 5 ملي سكند، يعني 5000 من الثانية. لو أنت بتاخد 5000 من الثانية علشان تظبط الموجة والاتصالات نفسها حوالي مايكرو سكند، يبقى مفيش معنى للاتصالات. انت بتاخد مدة اكبر قوي علشان تظبط الراديو. فاحنا الحمد لله قدرنا نحل المشكلتين. المشكلة الاولانية حليناها ان احنا نضرب كل الصفر والواحد بنخليه complex number. اما بتجمع بقى وبنغير الفيز بتاعها، فلما بتجمع الفيزات بتاعت الاعداد دي كلها ما بتطلعش 64، بتطلع أقل بشويتين. يعني بتطلع أقصاها حوالي 17 أو 18، وده كان كفاية إنه صلح المشكلة. إحنا صلحناها في حاجة اسمها WOFDM اللي هو موجات بتتضاف فوق بعضها، وفي حاجة اسمها CDMA اللي هو أكواد بتتضاف فوق بعضها. دي الطريقتين اللي كل الاتصالات اللي في العالم النهاردة بتتعامل بيها. فالحمد لله يعني الاختراعين دول اتبنى عليهم كل الاتصالات سريعة اللي الناس بتستعملها بما فيها الواي فاي الـ 3G الـ LTE وبعدين المبني عليهم بقى الـ 4G والـ 5G. الحمد لله يعني ما بين أنا وميشيل، ميشيل كان باحث أكتر مني، ميشيل بيحب يقعد يعمل أبحاث، أنا اتجهت أكتر إلى البيزنس. فكنا الحمد لله احنا ابتدينا المسيره في اللي هو في الفور جي. ما كانش في حاجه رسمي او في حسب قوانين الدنيا في الارض دلوقتي ما فيش حاجه اسمها فور جي. الاخر حاجه كان المفروض تبقى هي الثري جي. كان عندنا الوان جي قبل كده وده ما كانش رقمي، وبعدين عملوا التو جي مجرد انه يبقى رقمي، والثري جي رقمي سريع. ايه اللي يبقى بعد رقمي سريع؟ طبعا ما فيش حاجه، يعني خلاص انت عندك اسرع الرقمي. كان كل حاجه مفروض تبقى تحت الفور جي، لكن تبقى تحت الثري جي اسف. فاحنا جينا في سنه 2002 وقررنا ان الثري جي ده شكله مش هيزيد عن حوالي 20 ميجا بت بير سكند، وابتدينا نشتغل على الفور جي وكان وصلناه ل 600 ميجا بت بير سكند. وابتدينا حاجة اسمها الواي ماكس فورم، كان شركتي ونوكيا شركة اسمها انسامبل، وابتدينا وزقينا جامد وسمينا بقى الفور جي. الال تي اي اللي الكل بيستعمله النهاردة ده كانت كلمة شتيمة. دي كانت لونج تيرم ايفوليوشن. كنا بنقول للناس يا هتستعمل الفور جي بتاعنا في ريفوليوشن النهاردة يا تستنى اللونج تيرم ايفوليوشن بتاع السيلولر بيزنس ويبقى عندك السرعات. هم خدوا ال تي اي واختصروها، يعني الشتيمة دي، واختصروها بقى ال تي اي، والكل بيستعمل الكلمة النهاردة. فدي الماضي. انا كنت بعدت عن الاتصالات فترة بأسباب قانونية. أنا اخترت أبقى شاهد في محكمة، وكنت عشان أبقى شاهد كنت بقرأ اللي بتكتبه سيسكو وإنتل والشركات التانية. فاتفضلت إن أنا ما اشتغلش في الاتصالات طول ما أنا بقرأ الحاجات دي. آخر قضية كانت يوم 23 أكتوبر 2013،
وفي 23 اكتوبر 2015 رجعت للاتصالات. الفكره انا كنت لما عملنا الفور جي انا كان غرضي يبقى خدمه للعالم كله، بمعنى انها تبقى خدمه رخيصه. للاسف الشركات الكبيره اللي قدمني من إريكسون، إريكسون، نوكيا، الشركات دي كلها للاسف غرضها تكسب فلوس مش غرضها تخدم الناس. فتكسب فلوس يعني ايه؟ دلوقتي لما يطلعوا ال 5G وال 5G ده يحتاج تليفونات جديده ويحتاج انفراستراكشر جديد، هم عملوا فلوس كتير، انت ما استفدتش كتير. في الواقع اغلب الناس في الارض النهارده مش محتاجين ال 5G. السرعات بتاعه ال 6G الرسمي 600 ميجا بت بير سكند. فاحنا لسه يعني في مصر هنا قدامنا مثلا مش هقول اقل من 7 سنين لما نستعمل ال 600 ميجا بت دول ونستعملها صح. السعوديه ما بتزيدش عن 60 ميجا بت، السعوديه ابتدت ال 5G، شخصيا ما اعرفش ليه يعني. فامريكا استعملوا ال 4G لل 600 ميجا فمحتاجين سرعات اعلى. لكن احنا هنا وفي افريقيا احنا عندنا الدول اللي هي بقى في ترتيب 205 دوله، في افريقيا عندنا 205 وانت نازل لحد مثلا 160. الدول دي مش محتاجه 5G ومش محتاجه سرعات عاليه، محتاجه ان احنا نرخص لها الاتصالات. فدلوقتي لما انا رجعت سنه 2015 كان تفكيري الرئيسي حاجه اسمها ميش واي فاي. الميش واي فاي تكنولوجيا كنا احنا شركتي كانت مالكة الاختراع عليها، هي عبارة عن ان الواي فاي راوتر وهو بيخدم على الموبايلات والكمبيوترات اللي حواليه في نفس الوقت او في نص الوقت بيكلم راوتر تاني، وهو بيكلم راوتر تاني بينقل الانترنت اللي عنده للراوتر اللي ما عندوش، وتفضل تتنقل بالطريقة دي. الميش المخنة اخترناه بصراحة كان تعبان جدا وكان فيه 13 عيب. فزملائي من الشركه اتصلوا بيا في 2015 وقالوا لي لا احنا حلينا كل المشاكل، وفرجوني فيديو الرساله بتنط 30 راوتر وبعد ال 30 راوتر عارفين يعملوا مكالمه فويب والمكالمه مسموعه كويس. فقلت لا كده التكنولوجيا اتطورت. واحنا طبعا لما كنا اخترعناها كان لازم تحدد النطاط كلها بتاعه السيجنال ازاي انت اللي بترسمها، دلوقتي بقى هو اللي بيخطط نفسه يعني ولو واحدة وقعت بتعيد تنظيم نفسها، بيقول عليها self configuring self healing. فكمية الذكاء اللي في الميش ده عالي جدا، يعني يرخص جدا الاتصالات. لو احنا خلينا اساس الاتصالات هو الواي فاي، الواي فاي تقريبا احنا في النهاردة في العالم 13 مليار جهاز واي فاي. فلما لو خلينا اساس الاتصالات الواي فاي، والواي فاي اقل سرعات فيها دلوقتي 100 ميجا بت بير سكند، فلو انت عندك ده الاساس انت تقدر توصل لناس كتيره جدا باجهزه رخيصه جدا باتصالات سريعه. المشكله الثانيه في الشبكات، يعني انت عندك حاجتين، الاكسس وعندك النتورك. النتورك اللي هي السنترال، في كل شبكه في سنترال. تعرف السنترال بتاع مثلا مصير الاتصالات اللي هو واصل بي سلك من عندك في البيت لحد المصير الاتصالات، النهارده كلنا بنستعمله بس الاي الموبايل برضو في سنترال اللي هو الموبايل سويتشنج اوفيس. الموبايل سويتشنج اوفيس ده كل ما انت بتعمل مكالمه الارقام اللي انت بتضربها بتروح للسويتشنج اوفيس ده وهو يكمل لك المكالمه. الاثنين دول غاليين، السنترال والموبايل سويتشنج اوفيس غاليين جدا. فانك تبدا شبكه مثلا عندك تروح في افريقيا وعندك مدينه ما فيهاش او قريه ما فيهاش الا 200 واحد، انك تحط لهم سنترال غالي جدا عليهم. فقررنا ساعتها، وده اتصلت بيه نوكيا سنه 2017 قالت لي هتعمل ايه في مشكله يعني سعر الشبكه نفسها. فانا قلت لهم طبعا ساعتها البلوك تشين هو الحل. فالبلوك تشين احنا بنعمل في كل شبكه واي فاي بنسميها جزيره، وفي اخر الجزيره دي بنحط بلوك تشين كمبيوتر نود، والنود دي تتحكم في اللي تحتيها وتتصل بالحاجات الثانيه. فلو انت عندك واي فاي تحت وبلوك تشين بيوصل الشبكات دي ببعضها بقى عندك شبكه اتصالات رخيصه جدا. طيب انت عندك دلوقتي كمبيوتر قاعد في اخر الواي فاي، نستعمله في ايه ثاني؟ فبنستعمله كإدج كمبيوتر. دي الموجة الأخيرة اللي هي البلوك تشين والإدج قريبين من بعض. فبنستعمل الإدج إن احنا نحط، معرفش سمعتوا عن الستينجي بتاع جوجل ولا لا؟
فالستينجي هو المبدا ان هننقل كل حاجه تبقى ويب ابس، ما تبقاش ابس بتجري على التليفون بتاعك، هتبقى بتجري على السيرفرات بتاعه جوجل في حته ثانيه. هم طبعا ما بيعملوش دي عشان بيحبوا سواد عينينا او خضر عينينا او الكلام ده كله، هم عاملينها عشان يملكوا المعلومات بتاعتنا. الحرب في العالم كلها النهارده حرب معلومات. انا كنت في مؤتمر كبير وحد قال كلمه عجبتني جدا، الدوله اللي مش هتملك معلوماتها النهارده مش هتبقى موجوده كمان 5 سنين. المعلومات هي كل حاجه، يقدروا بالمعلومات يقوموا ثوره في دوله، يقدروا يشيلوا رئيس، يقدروا يغيروا اي حاجه هم عايزينها بسهولة جدا. يعني انت لو حطوا فيديو ما عجبكش، انا شخص مسؤول جدا، انا لما بلاقي اي معلومة براجعها الاول، براجعها فين؟ براجعها عن طريق جوجل، فبراجع عن طريق جوجل واتأكد ان المعلومة دي صح. لو هم مفبركين المعلومة من الاول طبعا هتلاقيها صح. المشكلة هنا ان هم يقدروا يخلوا واحد مفروض راضين زيه وبيتأكد من كل معلومة قبل يعملها شير، انا اعمل شير لمعلومة غلط. فالدولة اللي مش هتملك معلوماتها ممكن ما تبقاش موجودة كمان 5 سنين، وده دول كبيرة عارفاه. وده كان الحرب الرئيسية ما بين هواوي وأمريكا في الشهور اللي فاتت. الفكرة ان احنا قلنا بقى بدل ما هنعمل حاجة زي ستينجي، الفكرة دي عندي من زمان قوي، احنا هنحط على الكمبيوتر اللي في الإيدج ده اللي هو الكمبيوتر اللي عليه البلوك تشين، هنعمله أبس سيرفر. في انا نرجع مع بعض، انا كنت في الاجتماعات سنه 99 اللي بتقرر نعمل ايه بالانترنت علشان نكبرها. في سنه 99 ما كانش فيه الا 27 مليون امريكي على الانترنت. قالوا افلام اباحيه دينائهم، موسيقى دينائهم، افلام دينائهم، هنعمل لهم ايه عشان يخشوا على الانترنت؟ ما كناش عارفين ان اللي احنا بنعمله اللي هو الواي فاي هو اللي هيدخل الناس على الانترنت. الاكسس، سهوله الوصول للانترنت هي اللي زودت الانترنت. فدلوقتي الغلطه اللي اتعملت ساعتها ان احنا فتحنا الانترنت سداح مداح اي حد يعمل اي حاجه. طبعا ده ما يصحش، ما يصحش ان ولد في بيت ابوه مثلا ابوه بيقول له ما تعملش كذا وكذا، يروح ابوه يخرج من الاوضه يبدا يعمل اللي هو عايزه. فاحنا عايزين نرجع بعض التحكم في الانترنت. فالاول حاجه هيبقى السيرفر اللي ورا الواي فاي ده هيبقى بيتحكم في الامكانيات بتاعه الموبايلات كلها اللي شغال عليه، والتحكم ده موجود بعد ما يخرج من الشبكه حتى. فدي اول شيء. ثاني شيء هتبقى طبعا بتخلي موبايل رخيص بحوالي 30 دولار عنده كل الابلكيشنز بتاعت لينكس، مايكروسوفت، واندرويد. طبعا في مصر هنا بدون القانون الدولي نقدر نعمل ماك برضه. طبعا ماك هتمنع او ابل هتمنعنا كل ما تعرف ان احنا بنعمل كده، لكن احنا النهارده نقدر اقدر اخلي اندرويد رخيص يشغل فيس تايم ويتكلم مع حد تاني اكنه على ابل فون او ايفون. احنا يعني قادرين نعمل حاجات كتيره جدا بمبدا اللي هو الايدج كمبيوتر ده. فالحاجات دي كلها موجودة النهاردة، وإحنا ابتدينا نركب شبكات بالطريقة دي في أفريقيا. إحنا عندنا أول رخصة في تشاد وبنركب في تشاد الحمد لله، عندنا بايلوتس في مصر، في باكستان، في نيجيريا وفي أمريكا. المبدأ ده طبعا لما هيكبر، تتصور بقى إن إحنا عندك كل أي حد عنده شبكة واي فاي كل اللي محتاج يعمله يحط نوت يعني نوت سيرفر للبلوك تشين بتاعتنا او البلوك تشين بتاعت السكس جي وينضم للشبكه. دي هتخلي اي حد في العالم عنده شبكه ينضم، لانه بالكمبيوتر الصغير اللي هو حطه ده بقى جزء من شبكه كبيره وبيجي له ريع. لو حد جه عنده واستعمل الشبكه بتاعته بيدي له فلوس. فده يعني حاجه كبيره والعالم مهتم بيها جدا. الظريف ان انا يعني ابتديت الموضوع ده من حوالي سنتين ان انا اركز بقى على ان احنا نعمل حاجه سميناها 6 جي فورم. فالكلام ده كان في سبتمبر اللي فات، سبتمبر سنه 18. فبعت انا كنت محرج جدا لان ما عملنا ال 4 جي فورم اللي هي الواي ماكس فورم، انا ونوكيا وانسامبل فضلنا احنا الثلاثه بس حوالي 9 اشهر. فطبعا اما هبقى لوحدي بقى من غير نوكيا وهبعت لاصحابي اقول لهم انا عايز اعمل فورم، قلت ده انا هتاخدني سنتين عقبال ما اجمعني 10. في الواقع رد عليا 144 واحد خلال اسبوعين وانضموا للمجموعه.
فالحمد لله عملنا حاجه اسمها 6 جي فورم، وفيها 144 عضو حاليا، اغلبها من العالم الثالث، لكن منضم لها ناس من روسيا واشخاص بقى من امريكا واوروبا وناس في شركات كبيره منضمين على اساس شخصي ان احنا نطور شبكه رخيصه للدول الفقيره. وده اللي احنا بنعمله دلوقتي، والحمد لله قدمنا كتير زي ما بقول، ومعانا دعم كبير جدا من دول كتير. اللي انا عايز انهي بيه ان يعني في طبعا جو احباط عام في العالم العربي وفي مصر بالذات الايام دي، لكن طبعا ما تخلوش الاحباط ده يوصل لكم. الاحباط ده قد يكون احباط مجتمعي، لكن كاشخاص احنا في مقدمه العالم. يعني انا اعرف ناس في شخصيا اصحابي مثلا من احسن الناس في الارتفيشال انتليجنس، واحد اسمه خالد ابو ياسر ابو مصطفى في كالتك. ياسر عمل ماجستير في افتكر في الجامعه في جورجيا، وبعدين راح كالتك وعمل الدكتوراه في 11 شهر. وده كان ومن ساعتها، من ساعه ما اتخرج سنه افتكر 82 لحد النهارده، افتكر هو ماشي احسن استاذ في كالتك. فده في الاي اي. عندنا طبعا ميشيل زميلي في الاتصالات عنده حاجات اسرع بكتير من اي حاجه عند اي حد في العالم. عندنا طبعا الدكتور سند في جامعه القاهره اللي دخل الانتنة جوه التليفون، وعنده انتنات 5G ملهاش شبيه الايام دي. يعني اسماء كتير. طبعا عندنا احمد سلام في امريكا. 40% من كل انتل تشيب في السوق النهارده هو اللي صممها. اي شركه عملت انتي فايروس من الرئيسيين زي سيمانتيك او مكفي، هو اللي كتب الكود بتاعه. كانوا عشان يكتب الكود لازم يعينوه يدلوا مبلغ كبير ويكتب لهم الكود. فيعني الحمد لله احنا كاشخاص طبعا عندنا يعني ناس ما لهاش مثيل. هو المشكله في العمل الجماعي عندنا ضعيف. فانصح الكل انه يعني لو بتشتغل مع زميل اشتغل معاه كتير واعرفه واقعد معاه واستمر معاه، دي مهمه جدا. يعني انا اكبر نجاح ليا كان ان انا اشتغلت مع ميشيل فتوش، ويعني كنا على ثقه كبيره ببعض وعملنا شغل كويس جدا مع بعض. فيعني العمل الجماعي طبعا ملوش مثيل، لكن للاسف احنا ضعاف فيه. فيتمنى الجيل بتاعكم يغير الكلام ده وتبداوا في شغل جماعي ممتاز باذن الله، وربنا يوفقكم وتسبقونا بكتير، واتمنى لكم كل خير.